إذاعة سلطنة عمان في رمضان. تتحول البيوت إلى جنان، تفوح منها طبائع جديدة جميلة. في رمضان نتحول إلى واحة وارفة المعرفة، متجددة المعاني. نكون محطة استراحة، نكون واحة للصائمين، نتفيأ ظلالها، نقتطف من حكمها وأقوالها، نختار من الكلام أعذبه، ومن الشعر أطربه، ومن الحكم أنفسها، ومن الحكايا أصدقها. واحة الصائمين. واحة الصائمين. الإعداد أحمد بن سعيد الأزكي، التقديم رشا بن شنون البلوشية وأحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. واحة الصائمين. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، وشفيت من كل القلوب غليلا. شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا. شهر يفوق على الشهور بليلة، من ألف شهر فضلت تفضيلا. أيها الأصدقاء، قيل لبشر الحافي وهو أحد الزهاد الصالحين، قيل له: إن قوماً يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقط. فقال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقه إلا في رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. أصدقائنا، في رمضان لذة التراويح تمتعنا، وكثرة الركعات تريحنا، ومزيد السجدات يرفعنا، وطول الوقوف بين يدي الله ينسينا دنيانا ومشاغلنا. في رمضان صفوف المصلين في التراويح تتزاحم، والأكتاف تتلاحم، والأقدام تلتصق، والخشوع يهيمن، والرحمة تتنزل. في رمضان صلاة القيام أثابكم الله كلمات كل يوم تتكرر، فتدغدغ الآذان، وتتحول إلى أمن وأمان واطمئنان. في رمضان تستقر أعين المصلين موضع السجود، وتسرح قلوبهم في تسبيحات الله، وتتحول أرجلهم إلى أوتاد تصلي، وتأبى أن تخرج من الصلاة قبل الإحساس بحالة من الفرح والسرور. إنه رمضان. أخي الصائم، أختي الصائمة، تأملوا معنا هذه الصورة. ماذا يحدث لو سقط من أحدنا مبلغ من المال؟ لا شك لاهتممنا واغتممنا واجتهدنا في البحث عنه حتى نجده، ولكن كم سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام سقطت منا في حياتنا؟ هل حزننا لها وسعينا لتطبيقها في واقع حياتنا؟ إنها مجرد لحظة تأمل. أيها الأصدقاء، إن الالتزام بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لها فوائد كثيرة، منها
الوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. جبر النقص الحاصل في الفرائض، العصمة من الوقوع في البدعة، أنه من تعظيم شعائر الله. فالله الله يا أمة الإسلام في سنن رسولكم صلى الله عليه وسلم، أحيها في واقع حياتكم، فمن لها سواكم؟ فهي دليل المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة المتابعة الصادقة له صلى الله عليه وسلم. وقفات في واحة الإمام الشافعي. أيها الأصدقاء، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله. وقال رحمة الله عليه: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذه بيده فتدخله على الملك. وقال الإمام الشافعي أيضاً: ضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما من آخى من لا عقل له. رمضان هذا اليوم. الحادي عشر من شهر الصيام. في الحادي عشر من شهر الصيام من السنة الثالثة للهجرة الشريفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج بزينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين. وفي الحادي عشر من رمضان من السنة التاسعة للهجرة، قدم وفد من ثقيف على الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا. وكان سيدهم عروة بن مسعود قد جاء قبلاً معلناً إسلامه، ثم استأذن الرسول في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام، رموه بالنبال فقتلوه، ثم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب المسلمين، فبعثوا وفدهم هذا اليوم معلنين إسلامهم، فقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعث معهم أبا سفيان، صخر بن حرب، والمغيرة بن شعبة لتحطيم أصنامهم. في الحادي عشر من شهر رمضان من السنة الثانية عشرة من الهجرة، قيصر الروم هرقل يجمع أهل حمص ومن بها من أشراف الروم ومن كان على دينه من العرب، يحمسهم ويحرضهم على قتال المسلمين، ذلك بعد أن وجه إليه خليفة المسلمين أبو بكر الصديق أربعة من جيوشه بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص، ثم رحل هرقل إلى أنطاكية فأقام بها واتخذها مقراً له، وأرسل إلى القسطنطينية يطلب سرعة موافاته بالمدد للتصدي للمسلمين. عزيزي المستمع، كلما همت نفسك باقتراف منكر أو مزاولة شر، تذكر أنك إن أعرضت واجتهدت في اجتناب السوء ولم تقرب أسباب ذلك، فسوف تنال قوة القلب وراحة البدن وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر وقلة الهم والغم والحزن وصلاح المعاش ومحبة الخلق وحفظ الجاه وصون العرض وبقاء المروءة
والمخرج من كل شيء مما ضاق على الفساق والفجار. كما سينالك من ذلك أيضاً عزيزي المستمع تيسير الرزق عليك من حيث لا تحتسب، وتيسير ما عصر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليك، وتيسير العلم، فضلاً أن تسمع الثناء الحسن من الناس، وكثرة الدعاء لك، والحلاوة التي يكتسبها وجهك، والمهابة التي تلقى لك في قلوب الناس. ليس ذلك كل شيء، فلو أنك تجنبت أي إثم أو معصية فسينالك جراء ذلك أيضاً سرعة إجابة دعائك، وزوال الوحشة التي بينك وبين الله، وقرب الملائكة منك، وبعد شياطين الإنس والجن منك، هذا في الدنيا. أما الآخرة فإذا مت تلقتك الملائكة بالبشرى من ربك بالجنة، وأنه لا خوف عليك ولا حزن، تنتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة تنعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وكان الناس في الحر والعرق، كنت في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله تبارك وتعالى أخذ الله بك ذات اليمين مع أوليائه المتقين. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، كل هذا لمجرد اجتناب المعصية، ما ألطفك يا الله. من قصص السلف الصالح. أيها الصائمون الكرام، دخل عبد الله بن محيريز الجمحي، وهو تابعي شامي وأحد رواة الحديث النبوي، دخل دكاناً يريد أن يشتري ثوباً، فقال رجل قد عرفه لصاحب المحل: هذا ابن محيريز، فأحسن بيعه. فغضب ابن محيريز وطرح الثوب وقال: إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بديننا. وقال ابن عيينة: كان من دعاء المطرف ابن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. وكان رحمه الله إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه البكاء وهو في حلقته، فكان يشد العمامة على عينه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. أيها الصائمون الكرام، قبل أن نودعكم نقول لكم إن منزلة المؤمن تقاس باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تطبيقه للسنة أكثر كان عند الله أعلى وأعز وأكرم. إلى اللقاء. ها هي خلايا النور قد انبعثت من واحة الصائمين إلى قلوب العابدين، لتستقر آمنة مطمئنة واحة الصائمين. مع تحيات أحمد الكلباني، رشا البلوشية، أحمد بن سعيد الأزكي، وعلي بن عبد الله العجمي. واحة الصائمين.